لا نستطيع أن نحتمل، لقد أنهكنا. إننا هنا ضحايا شهداء مع فرق التوقيت فقط. نحن نمضي واحدا تلو الآخر، ولا أحد ينظر إلينا ولا إلى حجم الكارثة والجريمة التي نعيشها في غزة. لا حماية، لا حماية دولية، لا حماية دولية على الإطلاق، ولا حصانة لأي شيء. لا تحمينا هذه الدروع ولا تحمينا هذه القبعات، إنها مجرد شعارات نرتديها فقط. هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق، على الإطلاق لا تحمينا هذه الدروع ولا هذه ما نرتديها فقط، هي شعارات فقط. نحن هنا ضحايا، ضحايا على الهواء مباشرة، نفقد الأرواح واحدا تلو الآخر بلا أي ثمن. نمضي شهداء فقط مع فرق التوقيت. نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر. زميلنا محمد أبو حطب كان هنا منذ نصف ساعة فقط وغادرنا الآن، هو وزوجته وابنه وأخيه وكثير من عائلته، هم ضحايا هنا في داخل المستشفى.